كان توصلوا بطلبات وشكايات المواطنين عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني. من بعد كنعطيو التعليمات للفرق باش تدخل على حسب موضوع الطلب. هذه الفكرة فهي فكرة اللي كان المجلس ديال بن كرير اللي بغى على أساس أنه يلقى واحد طريقة جديدة للتواصل مع المواطنين. والطريقة الجديدة عبر البوابة الإلكترونية، فهي كتخلي المواطن تاهو يكون شريك في التنمية ديال بلاده عن طريق يعني التعبير عن مجموعة من الاقتراحات وعن مجموعة يعني التبليغ عن مجموعة من الأشياء اللي كتبان ليه خاصة تغير ولا تبدل ولا تصلح في المدينة ديالو، عبر واحد الابليكاسيون اللي سميناها ألو المواطن. هاد الابليكاسيون هذه اللي كتخلي المواطن يعني يدخل ويمكن ليه بوستي فيديو ولا فوتو ديال اي شيء اللي بان ليه انورمال في مجموعه في واحد الميادين اللي هما ليكلاراج بيبليك والتوسكي اللي عنده علاقه بالغماساج دي زوغدير وكذلك لي جاردان. والحمد لله يعني هاد لابليكاسيون هادي فهي كتجي في هاد الوقت تماشيا مع الهويه الجديده للمدينه اللي هي ليكونومي دو سافوار، وكذلك يعني بن كرير فهي في بارتي ديال المدن الذكيه بافريقيا. شكرا. كما كتشوفوا انا كديز من المنزل ديالي من هنا بالي هاد البوبي المقلوب هنايا وانا نتصل بهاد الناس الو مواطن، والحمد لله كانت استجابه في الحين، يعني دابا احسن من الاول. في الاول كنا كنمشيو حتى للاداره باش نبلغوا، مي دابا داروا هاد الخدمه مزيانه. كنشكر هاد الناس هادو اللي خدامين في هادشي وكنشكرهم على هاد المجهودات ديالهم، وكانت استجابه في الحين. يعني من بعد 10 دقائق جاو العيل المكان وشافوا شنو كاين. كنبلغ لهم الشكر كثير، وصراحه هادشي راه زوين، هادشي زوين داروا في المدينه ديالنا.